وضح لي شنو هذول 81 توقيع على شنو ومن النواب اللي طال؟ ها مو لا ننتظر الحجاج ما شاء الله جايين حتى يكمل لنا في 100-120 توقيع، وراح نقدمها للسيد المندلاوي اللي طلب جلسه لاختيار رئيس مجلس النواب. هنا راح يصير الحسم. يعني هنا اذا ما مشت مبادره الشيخ ولا مبادرتي ولا مبادرة الشيخ خميس الخنجر راح يصير واقع حال. لا راح نروح للبرلمان سلام عليكم السلام، انتم تريدون 50 توقيع إيه؟ هاي 100 أو 120 أو 155 توقيع لطلب جلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب، وهناك راح يصير الحسم. إذا راح يصير الموضوع بأحراج الإطار يقول لك أنا طلعون منها تعالوا لي بواحد، الطرف الثاني ما يجي مثل ما تفضلت السيدة النائبة ما يجي للطريق. زين هسه ايش ناقصنا؟ قدوم الشيخ خميس الخنجر وهو امور راح تنحل. لو اكو مبادرة وراح نقعد ونسولف ونطلع لنا باتفاق وميثاق عهد انه اخاف التخايف من سين من الناس ليصير رئيس هو ينتخبه وينتقم من عندك او يأذيك، راح يصير بها اتفاقات ومواثيق وعهود يشهد عليها الاطار ويتبناها. هسه انا اقدر اقول انه هاي المبادرة اسمية عنوان لا 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 لانه انتم مرتبين اموركم. لا ستنا انا مرتب امري، انا خو ما خلي المنصب شاغر صار له 7 أشهر 8 وكو ناس عندها طموح يبقى السيد المندلاوي الى نهايه الدوره حتى لا يجي واحد من الرمادي.